هتبدأ كوريا الجنوبية والبرتغال الساعة 5، وفي نفس التوقيت غانا وأوروغواي، والكاميرون هتلعب مع البرازيل الساعة 9، وفي نفس التوقيت هتلعب صربيا وسويسرا. خليني أبتدي مع البرتغال، شايف حدودها في البطولة لحد فين؟ البرتغال مع كوريا الجنوبية. مع كوريا الجنوبية، يعني انا شايف ان كوريا ممكن توصل هي والبرتغال، يعني كوريا هي اللي يعني ممكن. كوريا والبرتغال هيلعبوا بعض. انا شايف لا، البرتغال وغانا، البرتغال وغانا، البرتغال غانا وغانا هتلعب هيكمل. مع اوروجواي، البرتغال وغانا يعني هيكمل، انت شايف ان حظوظ غانا اعلى من حظوظ اوروجواي. ان غانا برضو عامله اداء كويس طب جدا حظوظ جدا. الكاميرون شايفها ازاي؟ هي النهارده طبعا هتلعب البرازيل، لا طبعا البرازيل هتكسب مفيش البرازيل كلام. تكسب. البرازيل مرشحه تاخد البطوله، فاعتقد هو كمان اداء البرازيل نفسه مميز جدا جدا في النواحي الدفاعيه اللي ما كانتش بتعمله بشكل كبير قبل كده. فاعتقد البرازيل هتبقى، لان كمان الكاميرون مش هو الكاميرون اللي احنا متعودين عليه قبل كده، مستواه مش قوي قوي زي الاول يعني. ايوه. طب هاخدك شويه للدوري المصري يا كابتن، شفت امبارح ماتش الزمالك والمصري ازاي؟ طبعا احنا شفنا بعض الشغب كده في مدرجة المدرجات، ونفسنا المشهد ده ما يبقاش موجود من اي طرف من الاطراف في الملعب، لكن بما اننا بنناشد ودايما نقول عايزين عوده الجماهير، يبقى بلاش منه يا جماعه المشهد ده. الماتش امبارح كان ماتش جمالي كويس جدا جدا في الناحيه الهجوميه والناحيه الدفاعيه. الزمالك تقدم، بعد كده المصري يتعادل، بعد كده الزمالك تاني، وبعد كده المصري تاني. يعني لا، الماتش كان فيه كوره، سجال. كان ماتش مفتوح جدا، الفرقتين بيهاجموا بشكل كويس جدا طب ورغم على عكس كده ماتش الكاس. قرار إيهاب جلال بالرحيل. لا، الكابتن ايهاب جلال هو هناك في الجماهير بشكل عام كان فيه عليه علامات استفهام، لكن امبارح بسبب حاجة بينه وبين الجماهير تمت إقالته. لكن ده كان، أنا حاسس إن دي كانت حاجة يعني، كان هيمشي مدبرة يعني كان حاسس، تقصد؟ كنت حاسس إن هو هيمشي.